شكل شمس بدأت تشك فيه. طب هتعمل ايه يا نمر؟ كل خير. ايه دول؟ دي فلوس العملية اللي فاتت. بس كده كتير يا نمر، والفلوس أصلا طلعت مضروبة. أنت ما قصرتش في حاجة، وحوضها لك كمان العملية الجاية. طب العملية اللي جاية إمتى؟ دي هنتجر عليها شوية. دي لازم تعورهم هما التلاتة. طب أنا عاوز أسألك سؤال يعني لو ما فيهاش تناحة. هو أنت اتعلمت السرقة بعد ما فقدت الذاكرة ولا قبلها؟ اللي قدامك ده فقد كل حاجة في حياته ما عدا الذاكرة. هي الحاجة الوحيدة اللي عايش عليها. يعني فقدتها ولا فقدتهاش؟ عامل شكله مش هسد قدام النمر، واحنا مش هنقعد متكتفين كده. يسد؟ يسد مين يا باشا؟ محدش يقدر ايه؟ ده الواد ده جن مصور. بقولك ايه؟ انا عايزك تكلم درويش يجيب سلاح ورجاله يأمنوا الشغل. تمام تمام يا باشا. انا اوصل الساغه وانت خلص شغل وحصلني. حاضر. عينيا يا باشا. الحاجه جايه، تطمنه وتنجز معاه في الكلام. تمام. المليون اهو ما حسن. تمام. ده كارم يا حاج اللي جاب المتبرعه. اهلا وسهلا. ايه ده؟ هي دي؟ الوليه دي قد كده ودي فيها كبد؟ هي بالحجم يا حاج. ماشي. المهم الفحوصات والاشعاعات كله تمام. كله تمام يا حاج، ما تقلقش. احنا عملنا كل التحاليل. وبعدين دي مش اول مره ولا عشر مره نعمل العمليه دي. ده شغلنا. اهم حاجه الاموره تقوم بالسلام ان شاء الله. بس بقول يا اخ كارم، الوليه الغلبانه دي هتاخد مليون جنيه؟ الله الله، مليون جنيه بس يا حاج اللي هتاخده؟ مليون؟ لا يا حاج، هي بتاخد مبلغ صغير كده والباقي بيوزعه. القصه دي بتحتاج فلوس كتير، في 20 ايد بتتمد عشان الدنيا تمشي في الامان. انت بتشتري فص كبد في تجاره ممنوعه، مش بتشتري علبه لبن من السوبر ماركت. خلاص يا دي انت وهو، انت هتقددوني؟ ما كانش سؤال يا سيدي. تغور الفلوس، المهم تقوم البت تاني تقف على رجلها. بعون الله يا حاج كله هيبقى تمام، ما تقلقش. وهتدعي لنا. ادعي لك؟ ادعي له بمليون جنيه يا حسن. بينا نخلص بقى الورق. انا خايفه يا ابو موسى. لا لا نجمتي كده امال. وبعدين انت ده المستشفى جميله خالص، مش مفيش حاجه تخوف يعني. تقعدي فيها ليله ولا اتنين تاكلي وتشربي ولا كانك في احسن لوكاندا. ما تخافيش، انا مطمنين ان انت هتبقي كويسه. بصي بقى، انا هفرجك على احدث حاجه لسه واصله. ايه رايك في ده؟ حلوه قوي. رايق كده وبسيط ويليق عليك على فكره. شوفي ده كمان مختلف خالص. ده جميل قوي. طب بص، انا هصورهم الثلاثه واوريهم لاصحابي وان شاء الله هاجي اخد واحد منهم. اللي يعجبك واللي تختاريه، احنا تحت امرك اللي انت عايزه. صباح الفل يا هواني. صباح النور. انا شايف ان الطقم ده مبين ملامحك الجميله. حضرتك مطربه؟ لا. ممثلة؟ أم سبحان الله عليكي، طلع بتقوليش سعاد حسني. أي حاجة بتليق عليه. ماشي. والله أي حاجة بتليق عليه. والله فعلا أنا بقولها كده برضه. طب أنا محتارة بين الاتنين دول، شوف كده. عاوزة رأيي؟ آه. خدي التنين. واحد يليك في الجامعات والنوادي، والتاني يليك في السهرات والخروجات. كتير الاتنين. هعمل لك واجب كبير قوي. بجد؟ هعمل لك خصم صاحب المحل نفسه. ماشي. وربنا. طب اوزنهم لي بقى. يلا اوزن دول. يوزن دول وانا هبقى اكلم الشيمي باشي على الخصم. الشيمي باشي صاحب المحلات، اكلمه على احلى خصم للهواني. بجد؟ بجد. منورين. منوره يا مزمزيل ولا مش مزمزيل؟ مزمزيل. مزمزيل؟ ان شاء الله نفرح بيك قريب وتجيب الشبكه من هنا برضه. نوح تعال. اهلا بيك. كان بقى طلع لا 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 لا، ده احنا بقينا جامدين قوي. شكرا. لو فضلت كده همسكك تيم السيلز كله. متشكرين. انا مبسوط منك يا نوح. ربنا يكرمك يا باشا، وبعون الله اللي جاي ضرب نار. ضرب مين يا حبيبي؟ يلا يلا عشان تلم هدومك، كنت فارقنا يلا قبل الليل. انا قلت لك مليون مره مالكش دعوه بنوح. نوح مين؟ الاستاذ اسمه راجع. وتعرفت من ايه؟ اتفضل تعالى. بص يا هانم اتفضلوا. تعالى قابل يا عم راجع. ولدي رجب، ولدي. ايه ده؟ حبيبي يا ولدي. ايه ده؟ مين دي؟ دي امه، ودي بقى خالته، وده ابن خالته. حبيبي راجب، حوش عيلتك عني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.